السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. قناة المرابطون تعود للبث من جديد بعد توقف اضطراري استمر أسبوعا جراء حريق استديوهها المركزي. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحكومة تجمع المعلومات حول ما يجري في غامبيا وستعلن موقفها لاحقا. الإعلان عن تشكيلة منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره السعودي وديا، ومصطفى صل يتولى تدريب المنتخب مؤقتا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عادت قناة المرابطون إلى البث من جديد بعد توقف استمر أسبوعا بسبب الحريق الذي تعرضت له وتسبب في تلف أكثر من 70% من المعدات والتجهيزات. وقد أصدرت القناة بيانا أكدت فيه قرارها العودة إلى البث الجزئي من خلال نشرات الأخبار وبرنامج المشهد اليومي. وشكرت القناة الرأي العام الوطني بمختلف مكوناته الإعلامية والسياسية والحقوقية والمواطنين العاديين على المؤازرة والتضامن. هذا وكان الاستوديو الرئيسي لقناة المرابطون قد تعرض لحريق في 7 من شهر دجنبر الجاري، تسبب في تلف كامل معداته وتجهيزاته، واضطرت معه القناة للتوقف. وقد زار مئات الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية والرياضية والمواطنون العاديون مقر القناة تضامنا معها. تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير. أعمدة النار تتصاعد من مبنى قناة المرابطون لحظات بعد اشتعاله، طاشت العقول وزاغت الأبصار وبلغ القلق مداه. الاستوديو المركزي بالقناة أكبر المرافق فيها يشتعل بما فيه نارا. كاميرات التصوير وديكورات البرامج ومعدات الصوت وأجهزة البث المباشر كلها أصبحت أثرا بعد عين في بضع دقائق. ما زاد الوضع قلقا والقلوب ارتجافا هو اكتشاف أحد العمال خلف خطوط النار، ولا ملجأ إلا بتحطيم الحائط لينهال رجال الإنقاذ بجهودهم البدائية على الجدار الخلفي للقناة. وأخيرا يخرج أحمد من بين ألسنة النار على أكتاف الرجال فيهون الخطب بعد سلامة الأنفس والأرواح. وكالعادة لا تصل الحماية المدنية إلا بعد الحادث. جاءت هذه السيارة التي نفدت حمولتها بعد بضع دقائق، هي التي لم تبرح مكانها إلا بعد أن فعلت النار فعلها في القناة، لتلتحق بها هاتان السيارتان اللتان لم تدركا إلا غبار الحريق. مئات الضيوف من مختلف مكونات المجتمع وأطيافه، علماء وسياسيون وصحفيون ومدونون وهيئات مجتمع مدني ومواطنون بلا صفات، تعاقبوا على ميكروفون قناة المرابطون يعلمون الناس الخير، يدافعون عن آرائهم ومواقفهم ويعبرون عن خلجات نفوسهم دون أن يقتطع صوت أو تقص صورة. وما كان جمهور القناة ناكرا جميلها ولا ناسيا معروفها، فقد تقاطرت وفود التضامن على مبنى القناة من أول لحظة داعمة ومتبرعة وعارضة للمعروف. واليوم تعود قناة المرابطون إلى البث من جديد بعدما توقفت 7 أيام بعارض خارج عن طوقها بل عن طوق البشر أجمع. تعود إلى المشاهدين من جديد لتكمل الطريق وتواصل المسير وتحكي قصة المنسيين الذين لا شاشة لهم سوى المرابطون. ومعنا في الاستوديو مولاي إبراهيم المدير العام لقناة المرابطون، أهلا وسهلا بكم. بداية، استغرقت عملية إعادة البث أسبوعا كاملا، يعني سؤال هنا، هل وضعتم المشاهد في صورة ما جرى؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، أود أن أشكر المجتمع الموريتاني على الهبة الشعبية الكبيرة والتعاطف مع قناة المرابطون في هذه المحنة التي مرت بها. حقيقة هذه الهبة الكبيرة شملت كل أجناس المجتمع الموريتاني، بدءا برؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والنقابات والمحامين والطلاب والشباب والنساء والمواطن العادي. كذلك أشكر أيضا مشاهدي قناة المرابطون خارج موريتانيا، سواء من الجاليات الموريتانية في الخارج
أو حتى مواطني دول الجوار الذين تصل إليهم خدمات قناة المرابطون والذين اتصلوا بنا يعلنون عن تضامنهم ووقوفهم مع قناة المرابطون. حقيقة ما حدث هو كارثة بكل المقاييس، حيث بشكل مفاجئ اشتعل حريق هائل في الاستديو المركزي لقناة المرابطين، واستغرق إخماده زهاء ساعة ونصف أو أكثر، وكان الحقيقة الحريق هائل وقضى على كل المعدات والتجهيزات الموجودة داخل هذا الاستوديو، وكذلك على كل أجهزة البث والتوصيلات الضرورية لعملية البث. حقيقة ما زاد الأمر فظاعة أن أحد زملائنا كان موجود داخل الاستوديو أو في يعني غرفة قريبة منه، وحقيقة أن طاقم القناة مر بظرفية صعبة لأنه قرابة 20 دقيقة ليست له أي معلومة عن الزميل وهو أخونا أحمد واللامينو رئيس قسم الجرافيكس في القناة. الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. طيب كيف تصفون الأضرار، وهل استعدتم زمام المبادرة بشكل فعلي؟ حقيقة الأضرار كما قلت لك هي أضرار كبيرة جدا وهائلة، والقناة وبما تقدرونها أيضا هي تقدر إلى حسب التقديرات الأولية إلى حد الساعة أنها 252 مليون وزيادة. حقيقة الاستوديو الكبير الذي بناؤه كلف الكثير من الأموال، وكذلك يعني الكاميرات الغالية وتريكاستر وأجهزة التشفير أنكودر وغيرها من الأمور الثمينة والتوصيلات البث وغير ذلك، كل هذا أتى عليه الحريق، وبالتالي حقيقة أن التكلفة المادية كانت كبيرة جدا، لكن الحمد لله سلامة الطاقم طواقم المرابطون. الحمد لله على سلامتهم. طيب هل استعدتم زمام المبادرة بشكل فعلي الآن؟ الحمد لله نحن استعدنا زمام المبادرة، ولذا الحمد لله احنا انطلقنا الليلة بنشرات الأخبار، والقناة ستتمكن من بث أرشيفها ومن تقديم بعض البرامج، وكذلك ستتمكن من التغطيات الخارجية وتغطيات الأنشطة التي تجري في موريتانيا وبثها، وبالتالي أعتقد أننا استعدنا زمام المبادرة، والقناة تحتاج إلى وقت كي تعود إلى سابق عهدها، وبكل تأكيد ستعود إلى أفضل إن شاء الله من سابق عهدها. طيب كانت هبة المجتمع التضامنية كبيرة وواسعة، يعني كيف تم التعاطي مع هذه الهبة الواسعة بشكل موضوعي كما وصفت بذلك؟ حقيقة الهبة كما قلت كانت واسعة وكانت كبيرة، ونحن لا يسعنا إلا أن نقدرها ونثمنها عاليا، وأعتقد أن استيعاب القناة لهذه الهبة سيكون إن شاء الله تعالى في تطويرها لأدائها وتجويد الخدمة التي تقدم للمشاهد، لأن هذا هو جزاء هذا المجتمع الذي قدر قيمة هذه القناة وقدر الرسالة التي تقوم بتوصيلها للمواطن، وقدر وقوفها في أوقات عصيبة إلى جانب فئات محرومة من هذا المجتمع وإيصالها لرسائلهم إلى المعنيين وإلى من يهمه الأمر في البلد. طيب ماذا في جعبة القناة مستقبلا أو المستقبل القادم؟ القناة الآن عاكفة على استراتيجية جديدة من خلالها ستقوم بتحديث مسطرتها البرامجية، ونأمل إن شاء الله أن تنطلق هذه المسطرة البرامجية الحديثة في بداية هذه السنة في يناير من 2017، وكذلك سنعمل إن شاء الله تعالى على مضاعفة جهودنا من أجل الوصول إلى المشاهد الموريتاني والمشاهد في المنطقة في كل مكان، وسنعمل إن شاء الله على أن نظل دائما صوت المواطن الموريتاني، وأن نظل دائما منبر للرأي والرأي الآخر، وأن نظل دائما حريصين على تطبيق شعارنا الشعار المعروف الوطن بكل ألوانه. طيب مولاي والإبراهيم المدير عام لقناة المرابطون، شكرا جزيلا لكم. شكرا. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين والشيخ إن الحكومة لا تزال في طور جمع المعلومات حول ما يجري في غامبيا،
وستعلن موقفها الرسمي لاحقا بعد اكتمال جمع المعلومات والاطلاع على ملابسات الأوضاع هناك. بالنسبة لغامبيا طبعا هي فيها غامبيا فيها موريتانيين جالية موريتانية معتبرة، والشعب الغامبي والشعب الموريتاني بينهم أواصل وعلاقات، والدولة الغامبية مع موريتاني، ولذلك نحن مرحلة جمع المعلومات ملابسات تلك القضايا، وإن شاء الله منين ينضج فيها شيء إن شاء الله ندور نقول موقفنا من ذاك اليوم إن شاء الله. لكن الآن مرحلة التسرع في المواقف تعرف أنه ما يتواسى، خلينا بعد قاعد تجمع المعلومات ورذاك عندي المفهم قاعد حد موقفه تتضح القضية لا مازالت داخل غامبيا، لأن إن شاء الله تجمع المعلومات الكافية يدور إن شاء الله تتضح المواقف من الموقف. في شأن الغامبي، حيث دعت منظمة الأمم المتحدة الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي إلى الاستعداد لتسليم السلطة للمرشح الفائز أدما بارو شهر يناير القادم. وكان يحيى جامي قد تراجع عن اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية ودعا لإعادتها، وهو ما يرفضه مرشح المعارضة الفائز، ويقول إن جامي ليس من حقه إلغاء النتائج ولا تضمها. تفاصيل أوفا نتابعها في سياق التقرير التالي. انتهت الانتخابات الرئاسية الغامبية مطلع الشهر الجاري، لكن تداعياتها لما تنتهي بعد. فالرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي يتراجع عن الاعتراف بالنتائج التي أعلنت فوز منافسه المعارض أداما بارو، ويدعو لإعادتها من جديد. تراجع عاشت على إثره البلاد أياما، وهي على وقع الشد والجذب والتصريحات المضادة وتمسك مرشح المعارضة الموحدة بفوزه. استقبلت بانجول بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تسعى للوساطة بين الرئيسين الفائز والخاسر في الانتخابات، لكن جامي أصر على التمسك بموقفه الطاعن في شرعية الاقتراع، وتقدم حزبه الحاكم بطعون أمام اللجنة الانتخابية. الأمم المتحدة كما الاتحادان الإفريقي والأوروبي وغيرهما تدعو جامي لمغادرة السلطة بعد أن اعترف للوهلة الأولى بالنتائج، وقال إن الغامبيين آثروا غيره لتسيير شؤونهم في المرحلة القادمة قبل أن يتراجع لاحقا، ويقول إن الاقتراع لم يكن نزيها. ويحكم جامي غامبيا منذ عام 94 900 على إثر انقلاب أطاح برئيس البلاد داود جاورا الذي مكث في الحكم 24 سنة. تعرض جامي البالغ من العمر 51 عاما، وهو ذاته عمر استقلال الدولة عن بريطانيا وعمر مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات، تعرض لمحاولات انقلابية لكنها باءت بالفشل. كان يسعى للفوز بمأمورية رئاسية خامسة، لكن الغامبيين آثروا تغييره بعد استمراره في الحكم على مدى 22 عاما. اشتهر جامي بالتصريحات والقرارات الغريبة، من ذلك إعلانه التوصل لعلاج مرض الإيدز عبر الأعشاب، وانسحاب بلاده من رابطة الكومنولث، وقراره حظر اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للبلاد. صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع مرسوم يحدد صلاحيات الولاة والحكام في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا علي والمحمد خونة إن مشروع المرسوم يدخل في سياق حوسبة تسيير المصادر البشرية، ويمنح الولاة والحكام بعض الصلاحيات طبقا لأحكام القانون الصادر عام 93. مشروع المرسوم يمنح الولاة والحكام بعض الصلاحيات في مجال تسيير الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة طبقا لأحكام القانون رقم 93/09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. يسعى مشروع المرسوم هذا إلى موائمة صلاحيات المسؤولين الإقليميين مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي استحدثته الحكومة بشأن تسيير المصادر البشرية للدولة، وإنشاء مصلحة للعمال لدى كل سلطة إقليمية مخولة تسيير عمال الدولة، والقيام بعمليات تسيير المصادر البشرية محليا من مثل الإجازات ورخص التغيب، متابعة الحضور
العقوبات، سحب كشوف الرواتب، تصحيح الوضعية الإدارية. خلال اجتماعه الخميس بيانا حول ترقية المنظومة المحاسبية الموريتانية، وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد الكمبو إن المنظومة المحاسبية الموجودة لدى موريتانيا أضحت قديمة. وأضافه الكمبو خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن البيان المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يهدف إلى تفعيل بعض اللجان الخاصة بالمحاسبة ويسعى إلى تطوير أدائها. إن بلدنا كان عنده منظومة قديمة جدا من الثمانينات، وكان عندنا هيئات اللي منها ما مفعل واللي منها يخصوا أيضا الإشراف والتنظيم. ويهدف هذا البيان أولا إلى تفعيل اللجنة الوطنية للمحاسبة اللي كانت هيئة موجودة غير ما قط فعلت ولا قط عندها دور، ذاك هو ملموس في ذا اللي قالوا النظم المحاسبية والإجراءات المحاسبية الوطنية. وذاك لا يسمح لنا بعدين إن شاء الله ربنا بصفة تدريجية وبتكييفهم مع وملائمتهم مع حقائقنا ومتطلبات دورتنا الاقتصادية أننا نعتمد النظم الدولية للمحاسبة ونشر المعلومات المحاسبية. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورشة بنواكشوط حول قانون مكافحة العنف المؤسس على النوع. ويتكون القانون من أزيد من 74 مادة ينص بعضها على عقوبات صارمة لمن يمارس العنف ضد المرأة والفتاة. وكانت موريتانيا قد صادقت على القانون بهدف سد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة. استجابة للتغيرات الحاصلة في المجتمع والطلب المتزايد لسد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة والفتاة، صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف المبني على أساس النوع. وينص مشروع القانون الذي يتضمن أكثر من 74 مادة على تحديد عقوبات صارمة ضد من تثبت عليه ممارسة العنف ضد المرأة والبنت، كما يعني أيضا أن الضحايا أصبحوا يتمتعون بالمزيد من الدعم. وينص مشروع القانون على توفير الموارد المالية لذلك وتكوين وتأهيل العاملين في هذا المجال حتى يتمكنوا من تطبيق القانون نصا وروحا. ويتضمن مشروع القانون 5 فصول يتعلق أولها بالأحكام العامة، ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويحدد الثالث الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء. أما الرابع فإنه يركز على الوقاية، بينما ينظم الخامس أشكال التكفل بالضحايا. إلى شأن الفلسطيني، حيث شهدت غزة وقفة تضامنية مع حلب من أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة وسط غزة، نددت بما يتعرض له المدنيون في المدينة نتيجة استمرار حصار النظام والقصف الروسي. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بحمى التعاضد وسهر التضامن تداعت غزة لحلب من خلال وقفة تضامنية لبت نداء فعاليتها العشرات من نساء غزة وأطلقت دعوتها المنظمة النسائية في حركة حماس. الوقفة التي نظمت أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة وسط غزة شهدت مشاركة واسعة من لدن قيادات العمل النسائي، وكان للأطفال فيها حضور ناطق وبصمة معبرة. رجاء الحلبي مسؤولة العمل النسائي في حركة المقاومة الإسلامية حماس قالت إن حلب تشكو الألم، وإن هذه وقفة صادقة وحقيقية من أهالي غزة بنسائها وأطفالها الذين عانوا واحترقت بيوتهم وتقطعت أوصالهم وودعوا أبناءهم شهداء. وأضافت رجاء متسائلة: أي قانون دولي يبيح لروسيا أن تعيث فسادا في سوريا وشعبها؟ أين القانون الدولي وهيئات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية؟ وتبقى يد الشتات وقسوة المخيم وغل الحصار وقصف الاحتلال وجغرافيا الشام مشتركا يخلع على المناصرة الغزية حلة إنسانية ضافية المعنى سابغة الدلالة في نسخة الوقفة التضامنية المشهودة.
رياضيا في هذه النشرة، أعلن عن تشكيلة منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره السعودي في مباراة مودية ستنظم يوم الاثنين بالمملكة العربية السعودية. هذا ويتولى مصطفى صل مؤقتا تدريب منتخب المرابطون الشباب إلى حين التعاقد مع مدرب آخر جديد لا يزال البحث عنه جاريا. نتابع التفاصيل ضمن هذا التقرير. تشكيلة منتخب شباب المرابطون تخرج إلى النور من جديد، لكن هذه المرة من بوابة مصطفى صل الذي سيشرف على تدريب منتخب شباب ريثما يجد الاتحاد الموريتاني لكرة القدم البديلة في أقرب وقت ممكن. مصطفى صل المساعد الأول للفرنسي كورينتان مارتينز يرى الشارع الرياضي الموريتاني أن وجوده ضمن قائمة الجهاز الفني للمنتخب الأول في التصفيات الماضية ليس بالأمر الضروري، فالرجل في منظور البعض لم يشكل إضافة تذكر، وكذلك خياراته ضمن قائمة اللاعبين التي يتقدم بها في كل مرة للفرنسي تقضي على أحقية البعض وتفتح المجال للبعض الآخر. كل هذه العوامل تضافرت وشكلت نواة قوية داخل الشارع الرياضي الموريتاني لا تريد مصطفى صل في أي حال من الأحوال في قادم محطات المنتخب الوطني. المنتخب السعودي للشباب يعلن استعداده لخوض لقاء ودي أمام منتخب المرابطون يوم الاثنين القادم هناك في بلاد الحرمين الشريفين. ظهر المدرب مصطفى صل على رأس قائمة الفريق الفني ولو مؤقتا، حيث كشف عن أسماء تشكيلته واستبعد أخرى منذ قرابة يومين، ليعود اليوم ويكشف عن أسماء جديدة ويزيح أخرى على بعد أيام قليلة من مواجهة منتخب الخضوري السعودي، ليعيد إلى الأذهان حادثة ملعب محمد الخامس والخماسية النظيفة من المنتخب المغربي للمحليين آنذاك، حين اضطر اللاعب سالي تراوري للقيام بدور حارس المرمى بعدما استنفذ الرجل كل خياراته في ذلك اللقاء. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين الشيخ إن الوزارة ليست على علم بوجود الفنان السوري فريد حسن بموريتانيا إلا قبل يومين من انطلاق المهرجان، وإنه أبدى الرغبة في أن يحل ضيفا على المهرجان لا أن يكون مشاركا. وأضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الضيوف المشاركين في الأمسيات الفنية بمهرجان وادان تمت برمجتهم منذ شهر. فريد حسن فعلا فنان خدم موريتاني ولنا معاه ذكريات جيدة الموريتانيين بصفة عامة، لكنه هو كان في موجوده موريتاني، احنا قاعد ما قطع منه موجوده موريتاني، ما هو قبل المهرجان بيومين ولا ثلاثة، وبدأنا انه عنده رغبة انه يبغي يستضاف كضيف، وكما تعلم اصلا استاذ علم الاجتماع ما هو فنان، وموسيقار كان واستاذ علم اجتماع وعنده كتب ومؤلفات حول الموضوع، ولذلك استضفناه بصفته كشخص. فتنجيناه هون الضيوف اللي لا هي اللي مشاركين في السهرة، ضيوفهم اللي هم الشهر هم برمجين، إذا عدتوا شفتوا حد جماه هم برمج فم ذاك خطأ من الناس المشرفة، وتعرفوا انتم انه خطأ لانه ما وقدم له قزرة من القزرات اللي دائما تعرفوا، قال لك شو من الناس يقصر يعود عضو في الوهود الرسمية وهو ما هو فيها، يعود غير ما هو مبرمجة. الناس اللي كانت مبرمجة هي ذيك الفرق الفنية وهي اللي مبرمجة ضمن فقرات السهرة. شيلو حفشي الساخرة الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية الفائزة بجوائزها السنوية، وحسب بيان اللجنة فقد شارك في الاستطلاع أزيد من 3900 مشارك أغلبهم اهتم بالتصويت على الشخصيات السياسية والإعلامية. بحسب النتائج التي تتحمل شيلو حفشي مسؤوليتها كاملة، فقد بلغ عدد المشاركين في الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني 1604 مشارك، وبلغ عدد المشاركين بالرسائل إلى صفحة الموقع على الفيسبوك 2320 مشارك، أي ما مجموعه 3924 مشارك. أغلبهم اهتم بالتصويت في خانات السياسيين والإعلاميين، ولم تسلم المشاركات من مفارقات طريفة
تعهد القائمون على شيرو حبشي بتقديم هذا الجمهور في هذا الحفل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. قناة المرابطون تعود للبث من جديد بعد توقف اضطراري استمر أسبوعا جراء حريق استديوهها المركزي. الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن الحكومة تجمع المعلومات حول ما يجري في غامبيا وستعلن موقفها لاحقا. الإعلان عن تشكيلة منتخب المرابطون الشباب لمواجهة نظيره السعودي وديا، ومصطفى الصال يتولى تدريب المنتخب مؤقتا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. أطيب المنى.